في ظل تردي النتائج والصراع على وكريستيانو رونالدو راس حربة واللاعب الهداف الازرق على يمين الشاشه ومانشستر يونايتد على يسار معقل المان يونايتد وواحد تفوق على فريق مانشستر يونايتد. الكره في الخطا هنالك دافع فيكتور ليندولف الذي يرسل الكره بعيده تماما لريس جيمس. ريس جيمس رائعه. دافيد دخيه ينقذ المان من اول تسديد دينيندير روديغير وافيرت رائعه الكره ريس والدفاع تلس على جهة اليسرى يرفع تلس الرأسية تلس هنا والدفاع 34 بل هو سن النضج. كرة البل لسكوت ماكتوميناي بين برينو ماكتوميناي على نصر المان تياغو سيلفا ريس جيمس كانتي ما زال يرفع كانتي يعني ماتيت بالراس الكره اللي تعلس بصعوبه يخرج اداه صغيره ماونت تلس الكره البعيده بحثا عن رونالدو تشا وينك يا ايلونغا وصلت ايلونغا الان ايلونغا ماونت في الركنيه روديغير الكرة مرة سلامات يلعب كما يريد وأينما يريد مرة ثانية هاي للكرة ضاعت الكرة وهافيرتز يتفوق فجأنا فقط رونالدو ريس جيمس أول جول ولد رقم ريس جيمس من هناك مانشستر يونايتد فيرنر سيسر فيليكويتا الأرض تلس ينطلق تلس من هناك في الأولترا فورد وهو يفعل ما يريد وفيرنر لكن هكذا يأتي مقطع روديغير واحد من جواهر الكرة في التغطية من هنالك عن طريق ليندولف الكرة خطيرة رائعة الكرة هذه من كانتي لهافيرتز دابت في المدافع وراحت في ماركو سالونسو هافيرتز وصلت على الجهة اليسرى في التمس ديلانجا مازال هو لانجا ديلانجا رانسو لفيرنر الاول كان على جيمس الراسية هافيرتز وماركوس وجول في نهاية المطاف يفعلها ماركوس في الدقيقة 60 ماركوس الونسو يفتح مجال التسجيل لتشيلسي ويسجل ثالث اهداف هذا الموسم تجسدت السيطرة وتجسد تمول تشيلسي في الكرة المرفوعة الراسية توصل لفيرنر يونايتد امام تشيلسي يا هيلا رونالدو ويهتز الأولترا فورد هدف التعديل لكريستيانو